السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية أمبواقي لنقف على الأشغال تاع المحطة نتاع تصفية المياه المستعملة بدائرة عين مليلة، واللي تعرف يعني المرحلة تاع التجارب، لأنه الأشغال انتهت كلها. إن شاء الله هذه المشاريع تاع التصفية مهمة جدا في محافظة على البيئة بصفة عامة، خاصة بالنسبة للمدن الداخلية اللي لازم تطوير التقنيات والبحوث في ميدان استرجاع المياه المستعملة وإعادة تدويرها في الفلاحة وحتى كمياه للشرب، لما لا إذا كان فيه يعني تطوير التقنيات والتكنولوجيات في هذا الميدان تاع استرجاع المياه المستعملة. نخليكم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.